انت وزاري. انا عايزه تحكي لي على اللي حصل، تحكي لي على الماتش ده بقى بتاع الميداليه. لان طب بص اقول لك حاجه، الماتشات اللي فاتت كلها انت كسبتي يعني مدارس جامده في الجودو، طب دلوقتي بقى انا بلعب على يا ميداليه يا خامس. ايوه صح. وانت واصابه وفي ضغط عليكي هنا بقى، اتصرفت ازاي او الدخول على البساط وقتها بتفكري في ايه؟ يعني احكي لي شعورك وانت داخله تلعبي الماتش ده بالتحديد. هو انا كان نفسي خلاص بقى، يعني انا كنت عايزه العب على دهب فاينل، بس ما حصلش نصيب. انا خلاص عايزه اجيب ميداليه، لازم انا اجيبها عشان ابقى زي ما حضرتك قلت انت اول بنت يعني في مصر عملتها وكده. فانا كنت عاوزه اعمل الميداليه ديت ونسيت بقى الاصابه ونسيت كل حاجه وبس يعني الحمد لله كسبتها. طيب. انا كنت عايزه اكسبها يعني. يعني انت كنت بص دايما بقول ليه لعيب الالعاب القتاليه بالذات بيبقى شامم ريحه الفوز، يعني بيبقى داخل ماتش انا داخل لا انا واثق من نفسي، انا هكسب، انا هكسب اللاعب ده. الماتش ده كنت كان عندك الاحساس ده ولا كنت داخله قلقان عشان في كتفي في اصابه؟ لا لا انا كنت داخله ان انا هكسب. اه والله والله برافو عليك برافو عليك. دي العزيمه اللي احنا بنتكلم عليها.